دلوقتي هناخد مع بعض الدرس رقم 7 في الوحدة الثالثة بعنوان صور تحمل رسائل. انتوا عارفين يا جونيور ان في صور بتساعد على جذب انتباه الاشخاص اكتر من الكلمات. انا ممكن وانا معدية كده مثلا في الطريق الاقي صورة عربية مثلا وعليها شرطة بتلفت انتباهي اكتر ما الجملة اللي موجودة تحتيها. يعني معنى كده ان الصور بتساعدنا على جذب انتباه الاشخاص اكتر من الكلمات. برضو الصور بتساعدنا ان انا ممكن اتواصل مع حد ما يكونش بيتكلم نفس اللغة بتاعتي. يعني انا مثلا لو سافرت مثلا امريكا ولقيت صورة مثلا زي الصورة اللي موجودة عندنا في الكتاب ديت مثلا، انا هفهم ايه من الصورة ديت؟ هفهم مثلا ان انا ما سيبش هنا المية مفتوحة او اقفلها على طول. الصورة الاولية برضو هفهم ايه؟ ان انا اقفل الصنبور بالراحة واقفله، يعني ان انا احافظ على المية. الصور دي هتبين لي ان انا احافظ على المية، صح ولا لا؟ يعني معنى كده الفكرة اللي انا هفهمها من الصورة دي كلها ان انا احافظ على المية. يعني معنى كده ان الصور بتساعدني ان انا اتواصل مع الاشخاص اكتر من الكلمات. ممكن كمان ان انا اتواصل مع الاشخاص اللي انا ما بعرفش اتكلم اتحدث بنفس اللغه بتاعتهم. يعني ممكن اكون انا في امريكا مثلا هما بيتكلموا انجليزي او انجلش وانا بتكلم عربي. طب ما الصور دي هتبين لي اللي انا افهم منها ايه، هتعرفني الفكره ايه. الفكره واحده اللي انا احافظ على زي ما قلنا على ايه المية. لو الصوره دي مثلا موجوده في امريكا انا هفهمها على طول. يعني معنى كده ان الصور بتساعد طبعا كتير في توصيل الفكره، صح ولا لا؟ طب انا دلوقتي لو انا عايز اعمل صور في المدينة اللي احنا قلنا عليها، الصور دي تحمل رسائل، انا هعمل مثلا صور ازاي؟ هعمل ايه صور مثلا عشان احافظ مثلا على الكهرباء او مثلا احافظ على المية؟ انا ممكن اعمل صورة مثلا على اللمبة مثلا واعمل عليها شرطة او مثلا الاكس اللي انا مثلا ما شغلش النور كتير اللي انا احافظ على الكهرباء. او مثلا ممكن ارسم صورة مثلا على تلاجة اللي انا ما افتحش الباب واعمل عليها شرطة اللي انا برضو معنى كده اللي انا عايز احافظ على الكهرباء. يعني معنى كده ان في صور ممكن بتحمل رسائل انا فهمها حتى لو ما فيهاش كتابة، صح ولا لا؟ طيب احنا قلنا ان المدينة بتاعتنا لازم تترابط كلها مع بعض، وان احنا نحافظ فيها على مصادر مثلا المية والكهرباء، ولازم نعمل مثلا ايه صور. الصور دي تبين لنا ان احنا نحافظ على الاماكن دي، على الحاجات المصادر، سوري المصادر دي، صح ولا لا؟ تعالوا كده نشوفوا. طب ازاي طرق الحفاظ على الموارد؟ اكتب جملتين او ثلاثة تعبر عن خطتك للحفاظ على المياه او الكهرباء في مدينتك، ثم ارسم صورة خطتك. طيب احنا قلنا انا دلوقتي لو انا عايز ارسم او اعمل جملة تعبر عن خطتي للكهرباء، اول حاجة انا ممكن اعمل ايه؟ طبعا سوري انا بحاول ان انا ايه اوصل لكم بالكتابة يعني على قد ما اقدر. اول حاجة اللي انا هغلق المصابيح بعد الاستخدام، يبقى انا هرسم مثلا ايه، انا هسيب بقى حبايبي يرسموا كده في البيت في الصفحه، ان مثلا ممكن نرسم اللمبه ونعمل عليها شرطه ان احنا ما نشغلش اللمبات كتير، او ممكن نستخدم ايه كمان، نعمل ايه تاني اللي نكتب جمله مثلا عن ايه. مثلا ممكن نرسم زي ما قلنا ايه صوره مثلا التكييف ما نستخدموش ونستخدم المروحه. يعني ممكن نرسم صوره المروحه ونعمل عليها صح، والتكييف مثلا اكس اللي احنا نستخدم المراوح بدل التكييف، لان احنا قلنا قبل كده ان التكييف من اكتر الـ الاجهزه الكهربائيه اللي بتستهلك كهرباء كتير جدا. فاحنا ممكن عشان نحافظ على على مصدر الكهرباء ان احنا نستخدم بدل ما نستخدم التكييف نستخدم المروحه. تمام، يبقى احنا ممكن نرسم الصورتين دول. ماشي يا حبايبي، يبقى احنا مثلا نحافظ على الحفاظ على المياه او الكهرباء، اختار اللي احنا عايزه. احنا قلنا هنختاره مثلا الكهرباء، تمام، ونستخدم بقى فيها ايه. ماشي يا حبايبي، طب تعالوا كده نشوفوا بقية الدرس الجميل دوت بيتكلم عن ايه. ملصق تجريبي، نظم افكارك التي ستكتبها واستعن بنموذج الملصق. انا استطيع ترشيد استهلاك المياه والكهرباء ازاي؟ انا مثلا هحافظ على استهلاك المياه ازاي؟ اللي احنا قلنا هغلق الصنبور مثلا بسرعة، صح ولا لا؟ انا ممكن استخدم ايه، اعمل ايه كمان؟ انا ممكن مثلا الكهرباء اللي انا احافظ على الكهرباء اللي انا استخدم المروحه بدل التكييف، او استخدم لمبات او لمبات موفره، صح ولا لا؟ طيب انا دلوقتي الملصق اللي انا هعمله دوت، انا يا ترى هعمله دعايه عشان خاطر الشغل اللي احنا بنعمله دوت، ولا جزء من الحمله؟ طبعا
للاسف احنا مش مع بعض، فانا هسيبكم انتوا تختاروا الحاجه دي، كل واحد حسب اختياره. ماشي يا حبايبي؟ تمام.